ننقلوا 50 مليون طن سنويا تاع حديد غاز بلاد الى معامل مجمع شركات وطنيه. مواطن في تندوف يروح الجزائر العاصمه او يروح لعنابه او نوفروا له عنده فوائد اجتماعية اقتصادية علمية. طبعا هذا مشروع عملاق عملاق انطلاقا من نظرة استراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى أن تتحول ليس فقط ولاية تندوف المنطقة هذه المنطقة إلى قطب اقتصادي صناعي تجاري. فضل يرجع رئيس الجمهورية طبعا هو صاحب الفضل.